أصوات لو سمعتها هرب من مكانك فورا. صوت أول ما هتسمعه هتحس بأنه في حرب عالمية ثالثة. الصوت اللي انت سمعته ده هو صوت بجع الموت وهو متضايق، وده حيوان بمجرد ما تسمعه هتلاقي نفسك بتجري لوحدك، لان صوته عامل زي ما يكون صوت سلاح رشاش. وبغض النظر عن منظره الخادع الا انه حيوان مش كيوت خالص، وانما حيوان ندل جدا. لما اطفاله بيتخانقوا بيسيبهم واللي بيغلب فيهم هو اللي بياخده علشان يربيه ويسيب التاني. لو هاجمك بمنقاره لشبه الخنجر فهو كفيل بالقضاء عليك، فساعتها يهرب احسن واوعى تقتله لانه مهدد بالانقراض. وانت بتهرب اوعى تنسى تعمل اللايك والفولو. سلام.